طب سؤالي بس يا فضل الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا فندم أنا عندي عايز أسمع حضرتك نصيحة أو مثلا يعني مشورة من حضرتك. أنا متزوج ولدي أولاد وزوجة، ووالدتي تعيش معايا عشان والدي متوفي. تمام. وبعض المشاكل الأسرية زي ما حضرتك عارف يعني متواجدة، ففي خلاف، فانا سبت بيتي بين امك وبين اختك وبين مراتك يعني. خلاف مش اللي هو خلاف الكبير ده، خلاف هو عادي يعني حاجات معاشيه يعني. تمام. بس انا دلوقتي انا نقلت من عشان طبيعه شغلي، نقلت في القاهره وسبت البلد عندي الشرقيه. فوالدتي مش مرتاحه وعايزه ترجع وتسيبني الشرقيه، ترجع في الشرقيه تاني، وانا ولد وحيد ومش عارف اصلح ما بين اتنين، مش عارف اوصل لحل. فهل لو انا رجعتها تاني وسبتها تقعد لوحدها، هل ده انا كده بقى عليها ذنب او وزر، او مثلا غصبت عليها وجت تعيش معايا، هل مثلا انا كده برضو يعني بعمل حاجه يعني ضد ارادتها؟ طب نعم. سؤال، انت والدتك تقدر تخدم نفسها بنفسها؟ والدتي تقدر تخدم، بس طبعا انت عارف ان انا الوحيد، فاني قلبي مش مطوعني يعني. طيب ماشي، خايف على زعلها، وفي نفس الوقت هي يعني مش هي تعني مش انها عايزه فعلا تروح الشرقيه وهي فعلا راحتها تبقى في الشرقيه، ولا هي بتقول لك كده من باب ان هي زعلانه؟ لا هي بتقول انا راحتها تبقى هناك، وعشان ما اعملش مشاكل، ما اخلي البيت عندك هادي وكده. بس انا مش مرتاح يعني، انا حاسس لو عملت كده انا مش هبقى مرتاح، حاسس ان انا هبقى مثلا في وزر عليا، او انا مثلا مضغوط نفسيا بسببها. طيب هو دلوقتي ان شاء الله ما فيش وزر ولا شيء، ولكن انا انصحك نصيحه اجتماعيه. تابعنا يا استاذ سيد، تابعنا، والله صوته حنين على امه، ربنا يبارك له ويحفظه. أيوة يا رب، ربنا يكرمه. انصحك نصيحه اجتماعيه من الخبرات يعني، خلي الوالده الكريمه تروح الشرقيه مده كده من الزمن بحيث الامور تهدأ قليلا، واستعمل الموعظه مع مراتك وقول لها وفهمها ان الجزاء من جنس العمل، وانت عاملي امي كما تحبين ان تعاملي، وامي دي هي سبب وجودي في الحياه وسبب ان انا متجوزك دلوقتي، فانا عايز احسن اليها في ايامها اللي باقيه لها في هذه الحياه. إذا كان وجودها معانا بشكل دائم ده هيسبب لك أرق، أو هيحسسك مثلا بانتقاص سيادتك في البيت، أصل برضو أحيانا برضو عشان نكون واقعيين، أحيانا بتيجي الأم غصب عنها بتقول رأيها بكل حاجة، فبيبقى في حساسيات أحيانا. الست برضو ست البيت بتبقى حاسة مثلا إنها بتنتقص من كونها ست البيت، أو بتفرض عليها شيء أو كذا إلى آخره، أموره تبقى حساسة لما يكون الطرفين مش على المستوى الكافي من النضج، خاصة البنت الصغيرة يعني تبقى أكتر يعني، المفروض تتعامل مع حماتها بشكل زي مامتها، زي مامتها وأكتر كمان. انزع الفتيل بحيث الامور تهدأ قليلا، وبعدين اتفق مع مراتك ان انت تستضيف الوالده الكريمه كل مده عندكم عده ايام كده، وانها تكون هي صاحبه المبادره في دعوتها. هي اللي تكلم حماتها وتقول لها عايزاكي بالظبط، فتسيب امك تاخد راحتها وما تحسسهاش انها ماشيه عشان غير مرغوب فيها او عشان هتعمل لك مشاكل في البيت، وفي نفس الوقت الامور تهدأ في البيت، وتيجي الوالده تقضي عندك كذا يوم كل مده كده.